التوقيت الزمني هنا ايضا للنصر. حمد بن سهيل بالطويل بالاسود العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا الرابع عشر لمجموع الأشواط. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة دفع في مسار هذا الشوط. أول أشواط الإنتاج والمنتجين مع المحليات الأصايل، نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة في أشواط الإنتاج. أتقدم مع المراكز الأولى، نبحر مع هذه الأسماء. سراب على المركز الأول، يتقدم سعيد بن محمد بن علي بن سالم السالمي السالمي، ينطلق على المركز الأول، يقدم سراب على المركز الأول. المركز الثاني منصورة، منصورة مضخوت بن محمد باللوتية العامرية قادم مع منصورة. المركز الثالث شوامخ القادمة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق. المركز الرابع، المركز الرابع من عمق الميدان وتابع شديد، محمد بن علي السبعة الدرعية. وصلت في هذه اللحظات الرفيعة قادمة، خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهرية قادم مع الرفيعة. المركز السادس وصول في هذه اللحظات مع نبا، نبا القادمة، سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن بنخان، وأثير القادمة أثير، حذاري من هذا الاسم، سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. يتقدم الصعب مع انتاج سكاي دايف، محمية الصعب قادمة باسمين. نتابع المركز الثامن، المركز الثامن الناوية، الناوية محمد بن شطيط بن شلبودة الخيلية قادم مع الناوية. المركز التاسع، المركز التاسع الصايلة مسلم بالزفنة بن مسلم العامري والغنامية، قادم الشاعر الغنامية. وصل في هذه اللحظات يقدم النشمية علي بن يمعة بن سبتة قادم الغنامية مع هذه الشعارات مع العمالقة في شوط الانتاج والمنتجين. من سيحظى بهذا الشوط؟ من سيكون السعيد؟ من اللي انتاج فاخر؟ من اللي انتاج فاخر في مسار هذا الشوط؟ عودة الى الصدارة، عودة الى الكادر العلوية، عودة الى بلوتية، الى بلوتية. لكن بن خصيبة، بن خصيبة، بن خصيبة اللي غير مع الرفيعة، مايد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهرية، يتقدم بنتاجة على المركز الأول باللوتية مع منصورة، مع أجمل صورة قدمته في المرموم بخيت بن محمد باللوتية العامرية. وأثير، أثير القادمة مع محمية سكاي دايف، مع الصعب سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. الواثق، الواثق حمد بن راشد بن غدير قادم مع شوامخ، شوامخ القادمة بدن غارات، بدن الغارات في هذه اللحظات. بن مرخان قادم مع انطلاقة نبا، سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. والغنامي، الغنامي قادم الشاعر مع النشمية علي بن يمعة بن سبتة قادم في هذه اللحظات. وابن شلبوت الخيلي، ياهي
هي اسماء قادمة، يا هي شعارات واصلة. أثير أثير على المركز الأول، أثير بن مرخان باللوتية، باللوتية قادم مع منصورة وشوامخ الواثق، شوامخ الواثق مرغم 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 على الصدارة، على المقدمة الصعب وشعارة الصعب ومحمية بن مرخان والواثق قادم، الواثق قادم مع القادمة في هذه اللحظات الواصلة شوامخ، شوامخ حمد بن راشد بن حمد بن غدير القادم على المركز الثاني، ولكن بن مرخان بن مرخان محمية سكاي دايف، محمية سكاي دايف هنا على المركز الأول، إنتاج محمية بن مرخان. أثير أثير انتظروها في كاسة، في كاسة الإنتاج، ها هي أثير في الختاميات في المحافل يا الصعب، مالك حل يا الصعب، سلام سلام الصعب، سلام عبيد بن محمد بن مرخان، شكرا يا الغفيلي، شكرا يا عبد الله بن سلطان الغفيلي. من تابع أثير منتزع أول أشواط الإنتاج. المركز الثاني شعار مايد بن خلفان بن خصيب، المركز الثالث مع سعادة محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع مع الغنامي، في المركز الرابع مع شوامخ عفوا شوامخ لحمد بن رهيب بن غدير، المركز الخامس شعار الغنامي اللي وصلت النشمية علي بن يوحى بن سبت. هكذا هي النتيجة. أعود مع أثير 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. أثير لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان تانين والناموس للصعب ومحمية الصعب المتفوقة في مسار المحليات الأفضلية. 6-11 جزء 1 من الثانية، هذه اللي وصلت الرفيعة لمايد بن خلفان بن محمد بن خصيمة ظهري. المركز الثالث نبا لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان 6-11 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.